اسمحوا لي أن أدعو معالي نائب رئيس مجلس النواب المصري السيد محمد أبو العنين لإلقاء كلمته، ومن بعده الجنرال بريجا رئيس اللجنة العسكرية. تفضل السيد أبو العنين. Good evening. مساء الخير. Ladies and gentlemen. السيدات والسادة. It gives me a great pleasure. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعا. Call everybody with his name. ولو أني كنت أود أن أرحب بكل واحد فيكم على حدة، لكني أعتذر عن عدم قدرتي على ذلك. وأود أن أتوجه بشكر خاص لمعالي السفير بدر عبد العاطي الذي وجه لي هذه الدعوة الكريمة التي أتاحت لي فرصة لقائكم جميعا، أصدقاء وزملاء قدامى منذ زمن طويل في البرلمان الأوروبي. إني سعيد أيام سعادة بلقائكم جميعا. إن هذه المناسبة التي نعدها نحن المصريين مناسبة عظيمة جدا، إذ نحتفل فيها بأهم ثورة قامت في مصر. فأول ثورة قامت في مصر كانت في عام 1952 وقادها الزعيم جمال عبد الناصر. اليوم نحتفل بالذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو 2013 التي قادها الشعب المصري كله مدعوما بقواته المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا سعيد أيام سعادة بأن أتحدث عن هذه المناسبة وأن أرحب بكم جميعا وأن أقول شيئا عن المستقبل. نحن لا نحب الحديث عن الماضي، فالماضي قد ولى. وقد سعدت بإجراء عدد من اللقاءات مع عدد كبير من الزملاء في البرلمان الأوروبي، الذين أنا على ثقة بأنهم يفهمون الوضع في مصر اليوم على حقيقته، ويعرفون ما تم إنجازه في مصر خلال السنوات العشر الماضية، ما استطاعت مصر تحقيقه من إنجازات، وما استطاعت أن تواجهه من مخاطر بعد انتهاء ما يسمى بالربيع العربي. معظم من قابلتهم صباح اليوم يفهمون الوضع الحقيقي على الأرض المصرية في اليوم، وأنا أقدر ذلك، لأنه عبر عدد كبير من السنوات الماضية كان كثير من المعلومات المغلوطة تنشر هنا، بيد أن الجميع كان يدرك أن الواقع يختلف تماما عما يتحدثون عنه. فمصر اليوم مختلفة تمام الاختلاف عما كانت عليه قبل 10 سنوات. وإذا ما بدأنا نتحدث عما يحدث في مصر، فإني أود أن أزف لكم بشرة تدخل على قلوبكم جميعا السرور. فسوف يتم افتتاح أول متحف في العالم أجمع يعرض 100,000 قطعة أثرية في المتحف المصري الكبير أمام الأهرامات. هذا شيء فريد من نوعه في كل أنحاء العالم ولم يحدث أبدا من قبل، وأنا واثق من أن الجميع ينتظر استلام دعوة حضور هذا الحدث. وسوف يتم افتتاح المتحف قريبا. الخبر الثاني، شكرا لكم. شكرا لكم. الأمر الثاني الذي أود أن أتكلم فيه هو مستقبلنا. مستقبلنا اليوم، إذ علينا إعادة تشكيل شراكتنا، وعلينا أن نفكر في مستقبلنا، لأني على يقين بأن كل القادة الأوروبيين يؤمنون بأهمية الجنوب لهم،
واعتقدون اعتقادا جازما بأن مستقبل الشمال مرتبط بالجنوب، وهذا أمر صحيح. هذا أمر صحيح. وبعد جائحة كورونا وبعد الحرب الروسية الأوكرانية علينا أن نعيد تشكيل صداقتنا، وعلينا أن نفكر في الطريقة التي يكمل بها بعضنا بعضا، وكيف نبدأ عهدا جديدا لبناء وضع جديد الجميع فيه رابح، لبناء مستقبل جديد نستفيد فيه من كل الإمكانيات الموجودة في الجنوب. وحين أتحدث عن الجنوب فإني أتحدث عن شمال أفريقيا الذي يمثل جنوب أوروبا وما يمكن أن نفعله معا. تعلمون أن بمصر إمكانيات عظيمة. في مصر استطعنا أن نحقق في 6 سنوات ما لم يتحقق في 25 عاما. فمن العام 2013 إلى العام 2020 بالأرقام تضاعف إجمالي الناتج الوطني 5 مرات. شققنا 25,000 كيلو متر من الطرق. شيدنا 27 مدينة جديدة بجوار المدن القديمة، تمثل إضافة بنسبة 7% إلى إجمالي مساحة مصر. إن متابعي مصر عبر التاريخ يعلمون أن جميع سكان مصر يتركزون فيما لا يزيد عن 6% من إجمالي المساحة على ضفاف النيل، وأن باقي المساحة صحراء خضراء. اليوم تفيد التقديرات بأن المساحة المأهولة بالسكان قد وصلت إلى 14% من إجمالي مساحة مصر، وتشير تقديرات أخرى بأن من المقدر أن تصل هذه المساحة إلى 23% عام 30. لقد وضعنا رؤيتنا على أساس أن نصبح واحدة من أكبر 30 دولة نامية في العالم. نبدأ الآن الحديث عن الفرص والاستثمار، وندعو زملائنا المستثمرين الذين تربطنا بهم علاقات قوية للاستثمار في قطاعات كثيرة مثل الصناعة والزراعة والغاز الطبيعي والكهرباء. You can understand there is a big project happening to for exploration of petrol and natural gas. أطلقنا مشروعا كبيرا للكشف عن النفط والغاز. وأنه بعد أن كانت مصر تستورد منذ 10 سنوات نفطا وغازا بملياري دولار، فإننا نتمتع بفائض نصدر منه بما قيمته 14 مليار دولار. نصدر من فائض الغاز والنفط والكهرباء، نصدر أيضا الكهرباء. الآن إلى مصر ندعو زملائنا المستثمرين أن يأتوا إلى مصر ويستثمروا في الطاقة المتجددة والتنقيب عن الغاز والنفط وتصدير الكهرباء للدول الأفريقية. فأنتم تعلمون أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة، والمستثمرون الذين سيستثمرون في مصر ستفتح لهم كل هذه الأسواق. إذن أمامكم السوق الأفريقية المتمثلة في 54 دولة، أمامكم السوق في كل منطقة الشرق الأوسط المتمثل في 22 دولة أخرى، وأمامكم أيضا السوق الأوروبية التي تمثلونها. أعتقد أنه قد حان الوقت التفكير في مستقبل وفي إعادة تشكيل مستقبلنا وخلق وضع لا خسر فيه. نرحب بإنشاء مجمع صناعي جديد، مجمع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس. لدينا الآن مجمع صناعي صيني ومجمع صناعي روسي، فلماذا لا تقيم مجمع صناعي أوروبيا؟ لقد حان الوقت أن تأتوا وأن تستثمروا باسم المجموعة الأوروبية كاملة، وأن يتم كل هذا الإنتاج في منطقة تجارة حرة، ويتم إعادة تصديره إلى أوروبا وإلى القارة الأفريقية. وإني على يقين بأن الفرص التي يضمنها قانون الاستثمار تدعوكم جميعا للقدوم والاستثمار في مصر، وهي ضمانات كاملة تضمن لكم الملكية الكاملة بنسبة 100% لمشروعاتكم وتصدير كامل إنتاجكم إلى الخارج
والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل دول القارة. أعتقد أنها فرصة ثمينة أن تأتوا وتجلسوا معنا كي نفكر ما يمكن أن نحققه معا. في مصر اليوم مئة جامعة جديدة تعلم شبابنا، فمصر بلد شاب. 65% من سكان مصر تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 عام. هذه الموارد البشرية، وإني لأؤمن أننا اليوم بمواردنا الطبيعية ومواردنا البشرية المتمثلة في الشباب، القوى العاملة، يمكننا عمل الكثير والكثير معا. استثماراتكم وتجارتكم في مصر أرقامها متواضعة، نحن بحاجة إلى مضاعفاتها أضعافا مضاعفة. نتحدث عن مصر وعن الفرص المتاحة للاستثمار والتجارة. تعالوا إلى مصر واستمتعوا بالسياحة فيها. لست أدري كم منكم سافر إلى شرم الشيخ أو إلى الغردقة أو إلى الساحل الشمالي. تعالوا شاهدوا الجمال الطبيعي، تعالوا واستمتعوا بالغطس ومشاهدة الشعاب المرجانية الحية والمشاهد الطبيعية وقت شروق الشمس وغروبها، وهي مشاهد لا تجدونها إلا في مصر. إن أعداد السياح الوافدين إلى مصر في زيادة مستمرة، ونحن نستهدف الوصول إلى استقبال 20 مليون سائح هذا العام. أعتقد أن مستقبلنا معا بحاجة إلى إعادة التشكيل. نحن بحاجة إلى التحدث إلى حكوماتنا. تعالوا إلى مصر سائحين ومستثمرين وأصدقاء وزملاء، فدائما وأبدا أهلا بكم. فالفرص هنا كثيرة والإرادة السياسية قائمة، والكل يعلم ما حققه رئيسنا في خلال 10 سنوات، وهو ما لا تخطئه العين. وأنا سعيد بأن أرى كل يوم مسؤولين من الجماعة الأوروبية ومن البرلمان الأوروبي يأتون إلى مصر للمشاهدة والدراسة والحديث مع المسؤولين. كل هذا يحدث لأن مصر بلد مستقر وآمن بعد حرب طويلة مع الإرهاب. لقد نجحت مصر في استئصال شفة الإرهاب ودحره لتصبح بلدا آمنا ومستقرا، وهذا أمر جوهري وأساسي بالنسبة إلى المستثمرين. لا أريد أن أطيل عليكم، فالأخبار عندي كثيرة، لكن في الواقع سعيد جدا، واسمحوا لي نيابة عن مجلس النواب المصري أن أتوجه لكم جميعا بالشكر على الحضور إلى مصر مع أطيب أمنياتي. أصدقائي وزملائي الأعزاء، إذا نظرنا للعام الماضي أستطيع القول بفخر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي في تزايد مستمر وتزداد قوة وفي حركة مستمرة. أما على الجانب السياسي فهو يتمتع بنشاط كبير وتعاون مستمر لحل القضايا المهمة التي تشغل الجميع، مثل استقرار المنطقة ومواجهة الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب. في هذا العام مصر والاتحاد الأوروبي تشاركوا رؤيتهما خلال المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي أقيم للمرة الأولى في مصر، والذي سيكون أيضا خلال العامين القادمين. وكذلك تعاوننا أيضا بشكل فعال مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعملية السلام بالشرق الأوسط، والتي تمثل الجوهر الرئيسي لكل الأمور في المنطقة، ودعم الجهود في المجتمع الدولي لخلق وتحقيق سلام دائم وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، اعتمادا على حلول وقرارات مجلس الأمن لإقامة دولتين تتضمن دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وبحدود 5 يونيو عام 1967، وأيضا تأسيس العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تتقدم جنبا إلى جنب.
من خلال التواصل بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، وظهر ذلك في تبادل الزيارات رفيعة المستوى والحفاظ على الاتصال الدائم بين القاهرة وبروكسل، وكذلك زيارة الرئيسة أورسولا فون دير لاين وشارل ميشيل للقاهرة في نوفمبر الماضي، وكذلك اجتماعهم مع الرئيس السيسي في الشهر الماضي في باريس. كل ذلك يمثل شواهد ودلائل على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك تبادل الزيارات التي حدثت مؤخرا من قبل مسؤولين رفيع المستوى كزيارة جوزيف بوريل لمصر وزيارة نائب الرئيس المفوض سكيناز، وكذلك زيارة الجنرال بريغا رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي. كل ذلك يمثل شواهد ودلائل على العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي. لقاءات ماراثونية لوكيل المجلس النائب محمد أبو العنين داخل أروقة البرلمان الأوروبي في بروكسل. فقد التقى أبو العنين مع مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان الفاعلين كرؤساء اللجان الرئيسية ورؤساء المجموعات السياسية والحزبية وأعضاء من لجنة العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والأمن والدفاع. خلال اللقاءات تمكن النائب من تصحيح الكثير من المعلومات المغلوطة لدى عدد من النواب عن مصر، كما قدم سيادة النائب شرحا وافيا عن آخر التطورات السياسية والاقتصادية في مصر خلال السنوات العشر الماضية والإنجازات التي تحققت على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا، إن مصر يجب أن يديرها ويحكمها المصريون، وأود أن أقرر أن لديكم قيادة قوية لديها نهجها الخاص في إدارة بلادي. هذا أول شيء، احكم بلدك بطريقتك ولا تستمع إلى الأجانب، فكيف يقولون لك كيف تحكم مصر وهم لا يعرفون عنها شيء؟ فكل بلد يجب أن يحكمه أبنائه الوطنيون. أتطلع لبناء علاقات طيبة ومصالح مشتركة. فمصر الآن نموذج الاستقرار، وغالبية سكانها من الشباب المتعلمين تعليما جيدا ومستقبلها واعد، ومن المهم أن نقيم صداقة وشراكة مع مصر. ويجب أن يعي الجميع أن مصر تدار بالطريقة المصرية، ويجب أن تدار أوروبا أيضا بالطريقة الأوروبية، وإذا ما تم ذلك فسيصبح هناك مجال للصداقة والشراكة. بالنسبة لنا، أمن المواطنين والسائحين في مصر أولوي، فلن نقبل بوجود أي جماعة إرهابية في مصر أو في الاتحاد الأوروبي أو في العالم، لن نقبل ذلك، وهذا ما نحاربه. لذلك نتواصل بشكل وثيق مع حكومة الرئيس السيسي، ونعلن بشكل واضح دعمنا الكامل لمكافحة الجماعات الإسلامية المتشددة التي كانت تعمل في سيناء وفي هذه المنطقة، ولدينا هدف مشترك هو الاستقرار والرخاء في مصر. فالمصريون شعب مسالم، ونحن نتطلع إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالنسبة لنا، فالإنجازات التي يحققها الرئيس السيسي واضحة للجميع بما يدعو مجال للشك، ولابد أن يستمر ما بيننا من حوار وتعاون. هي طبعا زي ما أنت شايف كده، أنه في بعض الناس عندهم معلومات مغلوطة، واعتقد من واجبنا احنا كبرلمانيين ان احنا نيجي ونشرح ونفهم الناس ونصلح كل المعلومات المغلوطه. الناس هنا فير، الناس هنا عاوزين يعرفوا الحقيقه، وعاوزين ياخدوها من مصدر موثوق فيه، وعاوزين يسمعوا وجهتين النظر. لما تكون وجهه النظر حقيقيه وصحيحه بيقتنعوا بيها. فانا عايز اقول لك، يعني مش اول مره نقعد مع حد عشان اشرح له الموقف، لا، حصل ان انا قعدت مع ناس كتير جدا هنا وغيرت ارائهم، وفي أمريكا وغيرت آرائهم، وفي الكونجرس الأمريكي وغيرت آرائهم، وفي الأمم المتحدة وغيرت آرائهم. ده لأنه الناس فير، الناس ممكن ما يكون بيسمعوا من طرف واحد، لكن لما يجي الطرف الثاني يقول له لا، ده الحقيقة اهي، ويثبتها له بالصور وبفيديوهات وبمستندات ويشرح له الموقف ايه، بيقتنع على طول. ده واجبنا. أنا أعتقد أنه في يعني الجو دلوقتي أحسن كتير أو من 3-4 سنين فاتوا، وبقت في قلة قليلة اللي هي بدأت النهاردة تعرف انها كان عندها معلومات غلط، ومصدر المعلومات الغلط ما عادش يثقوا فيه.
وبدأوا يتحسنوا ويتحسبوا أنه في فرصة كبيرة في مصداقية الحكومة المصرية وفي مصداقية رئيس مصر وفي إمكانية عمل تفاعل كبير ينتج عنده مصالح للطرفين، وخصوصا من الناحية الأمنية ومن الناحية الاستثمارية ومن الناحية الصناعية ومن الناحية العمرانية. ممكن جدا مشروعات ضخمة جدا هم يشاركوا فيها عندنا، وإحنا ممكن قوي نشارك عندهم هنا برضو بمنتجاتنا وبتصديرنا للغاز وبتصديرنا للطاقة وبالمشروعات الحيوية اللي بتمثل فيها سلاسل إمداد خطورة كبيرة جدا عليهم. بنتكلم على مشروعات ضخمة تقدر تفيد القارة الأفريقية كلها من خلالنا احنا. ممكن نتكلم على الموقع الجغرافي بتاعنا احنا الفريد اللي ممكن يساعدهم في حاجة كتير جدا في عبر التجارة الدولية. ممكن قوي نشعر انه ده البارتنر الحقيقي، وده اللي انا بتكلم عليه بقول احنا عاوزين جيل جديد من الشراكة، جيل جديد من التعاون بفكر جديد، فكر تعالى بقى انا اكسب وانت وين وين، تعالى نتعاون مع بعض في ايه، في مشروعات المستقبل، عندك ايه تكنولوجي تقدر تعمله عندي، عندك مشروعات ايه تقدر تعملها عندي وتمول من عندك، عندك مشروعات ايه تقدر تربي فيها جيل جديد صناعي عندي. انا عاوز اتكلم على توطين الصناعات معينة في مصر، وعاوز احط الصناعات دي في اماكن محددة عشان اعمل التخصص الانتاجي، وفي نفس الوقت ااهل الشباب بتاعنا احنا للصناعه الحديثه، صناعات المستقبل اللي ممكن تتصدر لاسواق العالم كلها. الحقيقه الفكر ده محتاج بقى الاسترس على الفتره اللي جايه من الحكومه كلها ومن البرلمان ومن الزيارات المتبادله، ونبدا نفكر. ما فيش داعي برضو نقعد نتكلم وخلاص، عاوزين حاجه، عاوزين حد نخش بمشروعات، نخش بافكار جديده، احنا عاوزين نحقق الافكار دي، عاوزين نفكر في مشروعات للتعليم، مشروعات للصحة، مشروعات للصناعة، مشروعات للخدمات وتجارة الخدمات، مشروعات لصناعات المستقبل نعمل فيها ايه. كل ده اجب ان احنا يكون عندنا الانيشيتيف المبادرات ونخش بيها ونسوقها ونروجها ونتكلم مع شركائنا هنا ونشوف البارتنر بالقطاع الخاص او بالقطاع الحكومي ونشوف التمويل يمشي ازاي. عاوزين نلم الدور ولازم نبقى اكتف في القصة دي. ده دور كبير قوي للقطاع الخاص يعمله، والحكومة معاها تعملوا سبورت، والبرلمانيين ان هم يساعدوهم ويجمعوا العلاقات مع بعض. على صعيد اخر، نظمت السفارة المصرية ببروكسل احتفالا كبيرا بمناسبة العيد الوطني المصري. الاحتفال اقيم في المتحف الملكي البلجيكي للفنون والآثار في سابقة هي الاولى من نوعها. بعد عزف النشيد الوطني المصري والبلجيكي، افتتح السفير بدر عبد العاطي الاحتفال بكلمة رحب فيها بالحضور الكبير، متمنيا كل الخير والاستقرار والتقدم لمصر. بدوره قدم النائب أبو العنين ضيف شرف الاحتفال خطابا جامع شامل عن كل التطورات السياسية والاقتصادية في مصر، داعيا الجميع إلى الاستعداد قريبا للمشاركة في الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف الكبير، ما استدعى تصفيق الحضور. Egypt today is completely different than 10 years ago. And really, if we start to talk what happened in Egypt, I am glad to tell you the things which make you everybody happy. The first thing is now is to achieve the biggest museum worldwide, which contained over 100,000 pieces in the new museum in front of the pyramids. This is something unique worldwide, never happened before. And the people, I am sure that everybody waited the moment to be invited there. This event will be done shortly. Thank you. Thank you. من جانبه أوضح جنرال روبرت بريجر رئيس اللجنة العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي والعائد للتو من زيارة للقاهرة أن أوروبا بحاجة إلى شركاء أقوياء في الجنوب يتمتعون بأكبر قدر من الاستقرار على غرار مصر، مختتما حديثه بتهنئة الجميع بالعيد الوطني المصري. Again, مبروك. Long live Egypt. Very
السفير إنريكي مورا نائب منسق السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة اعتبر في كلمته أن هذا الكم الهائل من الحضور وعلى أعلى المستويات يوضح بما لا يدع مجالا للشك المكانة الحقيقية لمصر في أوروبا. إلى جانب المتحدثين الرئيسيين شهد الاحتفال حضور أكثر من 700 شخص على جميع المستويات السياسية والعسكرية والدينية، إضافة إلى أعضاء من البرلمان الأوروبي والبلجيكي وجميع أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي في بلجيكا، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ناهيك عن مجموعة من أبناء الجالية المصرية. يذكر أن مسك ختام الاحتفال كان بتحية شكر من القلب من أبناء الجالية المصرية في بروكسل للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الإنجازات التي حققها خلال 10 سنوات الماضية. مجدي يوسف، صدى البلد، بروكسل. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هذا البرنامج برعاية SBay. من اللحظة اللي بتولد فيها ابنك أو بنتك بترسم مستقبلهم في خيالك، بس أنا بنتي قصة تانية عايزة تركيز واهتمام. تخيل لو عندك أولاد كتير، أكيد الاهتمام هيقل، وأكيد عمرنا ما هنخلي أولادنا يوصلوا لحلمهم. كل ما عدد الأولاد قل كل ما الاهتمام زاد. حققوا حلم أولادكم لأن العدد مش في صالحهم. ما تخليش حلم يبقى حمل. كل معلومة عن تنظيم الأسرة هتوصلهم لحلمهم. اتصل على 19559 قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. حلمهم يبدأ.